السلام عليكم خواتاتي ومرحبا بكم، اهلا وسهلا في فيديو جديد. عدنا والعود. احمد كراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه. جيتكم اليوم بفيديو مطرطق روتين جديد، النشاط، الطاقه. ديتكم معايا المحلات الكرو في المدينه الجديده تاع الجمله، وريتكم شنو بديت نشري لبنياتي، دونك مقتطفات بزاف بزاف في هذا الفيديو. كما وريتكم هنا سبب غيابي خواتاتي، علاش كنت غايبه عليكم، لظروف العمل في شركه نيو فيزيون الرائعه. كان عندنا مؤتمر في اوبرا دالجي، كان مؤتمر ضخم، جاوا الناس يتكرموا، الناس اللي راهي ناجحه مع نيو فيزيون، اللي راهي تحقق عمولات، الناس اللي راهي مامنه في الشركه ودخلت تخدم راهي جات تتكرم، داو كادويات شهادات، يعني بسم الله ما شاء الله. على بها كنت هذا المومو، مش عارفه الا راني باينت لكم انا مولات الفولاغ الغوز. المهم خواتاتي كان هنايا مؤتمر جد رائع، يعني ما شاء الله تلاقوا فيه الناس اللي تخدم، الناس اللي نجحت، الناس اللي حققت دراهم مع هاد الشركه الرائعه. نخليكم شويه مع مقتطفات ونكمل لكم. جميلة أبو عبيد، المستشار نيوبي سلوى، نيوبي سلوى، المستشار. فوالا خواتاتي كيما كنتو شفتو، خطر بزاف سقسيتوني قلتو لي ماكش تهضري على الشركه بالك انسحبتي، نقول لكم لا خواتاتي ما انسحبت ما والو، بالعكس هذا وين رانا نخدمو اكثر واكثر، هذا وين تكرمت انا وفريقي والناس اللي دخلت تخدم معايا، والحمد لله. نقول لكم بلي الشركه راهي دايره بروموسيون رائعه بمناسبه الدخول المدرسي، اغتنمي الفرصه، شري دروس لولادك ودخلي تخدمي على روحك، ما راكي خاسره والو، زيرو ريسك زيرو خسائر. المهم خواتاتي هنايا روحت للوهرم الحوانيت الكروت مدينة جديدة اللي بيعوا بالجملة، موالف كل عام يعني نروح من تما نشري حاشاكم تقاشير لبناتي، لي بافان نشري هكا المساسيك. هاد المرة رحت على جال الكرطاب، هما يبيعوا قرو ويبيعوا سومة الجملة، كيما يبيعوا جملة ويبيعوا ديطاي، نتوما كيما بغيتوا. شوفوا لقيت صوالح ما شاء الله، كراطيب اشكال الوان يسخفوا، تقعدي تقولي من هذا لهذا، شابين بزاف ومام بون بري، خاطر كاع الناس يجوا يسلعوا منا كاع الولايات، يجيب بالفورغون تاعه وتبيه يعمر منا ويعاود البيع، ماذا بينا حنا نشرو من هاد البلاصه. المهم هو اكيد غادي كيبيع لك الجمله يبيع لك ناقص، بصح ميمو كيبيع لك بالديطاي ما يبيع لكش غالي كيما الحوانيت. هنايا كنت نحوس نشري، خاطر بنتي بغات تاع الشاريو، ما بغاتش الكرطاب نورمال، قالت لك نشري تاع الفاليزه ونجره. المهم هنايا لقيت عند هذا لي موديل ولقيت عند واحد اخر موديل، ضرب الاولى شريت كاع عليه هذا مسكين داك الموف، من بعد كي لقيت موديل واحد اخر قلت له الا كان ترد لي دراهم، قال لي ما كاش مشكل مادام غير دروك خلصتيني تما رد لي. المهم هنايا تاني هاد لي تخوس اللي راهم خارجين يجوا كبار يرفدوا بزاف كاري، كنت باغي نشري لها من هادو، قلت لكم بعدا بصح لقيت كرطاب واحد اخر 3 بياس فيه تاع لانج بوكس وفيه الكرطاب وفيه لاتخوس. ليسونسييل خواتاتي هادو السعر تاعهم 80، هذاك الكراطيب اللي كنت نوري فيكم كاين تاع 390، كاين تاع 490، كل واحد والسومه تاعه. من بعد دوك نوريكم كاع شنو شريت لهم. هنايا رحت تاني قلت لكم المساسيك نشري لهم تاع العام ضربه وحده، فوالا هادو عجبوني وزدت. المهم هنا كلشي تلقوه بالكرو، حتى المساسيك حتى الخواتم حتى لي زاكسيسوار، كلشي كلشي، ميم الناس اللي تبغي تعاود البيع تجي تشري منا على روحها ويديروا لك سومه ما شاء الله. وهذيك ثاني شابه غير هي وهكا هادي لا كوات حسبهم براسلي. ماما
بلاك هادو خارجو كيكينات محمد. اللهم على دير لهم هذا الموديل. حطي حطي هذوك شغل يجوهم كاع مع ليكولور كاع مع القش. المهم كملت شريت، كاين الحوانيت بزاف، تدخلي عند هذا تقولي شري من عند هذا، تعاودي عند الزواج كاين لي سبيسيال لي اكسسوار، كاين لي سبيسيال سوار حل الدوش والحمام، كاين لي سبيسيال لي ساك، سبيسيال الفراش، المهم كل شيء اي حاجه قرو فيها. من بعد كنا رحنا خواتاتي باش نفطروا، روحنا لهذا الريستورون جاي فيه شوبو، عجبني بزاف 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 ماكلته ما شاء الله، سيغتو البانيني اللي كنت دومونديته بنين، و او ميم طون ميم السعر يعني ما شاء الله. فطرنا ربي يدوم العام ويحفظهم من الزواج، بناتي بياسو يبغوا بيتزا ما يبغوا حتى حاجه ابار البيتزا، وانا ديت بانيني وراجلي ساندويش. فوالا هنا خواتاتي وصلت للدار، غادي نوريكم شنو شريت لها. هذا هو الكرطاب تاع الشاريو اللي شريته لها، جاي 3 بياس، هذه باينه لا بياس الاولى الكبيره، جاي هنا فيه هذا الجيب على برا عاد معمر كيما عطاه لي، هنا باينه تجي لاغدواز اللوحه ولا هكاك شي حاجه، وفيه هنا هذا الكبير تاع الكتوبه والكايات، يعني هذا هو الحجم تاع من سنه اولى سنه ثالثه، خاطر دايرين كل كرطاب ويخبرك يقول لك هذا من سنه اولى سنه ثالثه سنه رابعه، دونك هذا سنه اولى سنه ثالثه. هذا هو الشاريو تاعه، تنجم تقلعه نورمال وديره في ظهرها، يكبر منا فوالا، يطوال كاع يولي طويل هكا، شوفوا كيما يعاود يصغر. كيما قلت لكم تنجمو نقلعو الشاريو هذا، جاي 3 بياس فيه صحه جيوب منا 3 بياس، هذه لا بياس كبيره الاولى، وهنا هذا هذا العدس اللي فيه شغل اي شونج يتبدل، نجم هكا راه هكا لون ينجم يولي هذا الاميره مش عارفه تسموه سندريلا نورمال سندريلا في البطل غرك. لا انا عجبني على هذا الشكل شباب، لا شوفي تسموه هاي قالوا لكم صوفيا. هذا تاع اللانش بوكس ولا فاش مليح مليح كي يكون عندها رياضه، ثاني تدي فيه قرعه ما ولومجا، ومين داك بالك تعطيه لاختها، اختها غادي ندخلها تحضيري، اما دخلهاش تحضيري، اختها عندها 3 سنين ونص، ممكن ندخلها للروضه بريفي. هذا ثاني تبدل نفس الشيء، يعني عجبوني بزاف مع البري ثاني والم بزاف. هذه لا تروس يعني كبيره ما شاء الله، دير جهه مثلا الستيلويات، جهه الستيلويات وكاع، وجهه لاغوم المنجاره اقلام ملونه العجين، خطر كبيره ترفد ترفد ما شاء الله. دونك هذه هي لا تروس، هادو 3 بياس خواتاتي ب 380 نفس 380 يعني 20 على 400 فوالا. هنا غادي نوريكم ثاني شنو شريت لهم، شفت وريتكم بلي عند الحواني تاع الكرو، ايا شريت لهم هاد المساسيك على العام وهما يديروا بهم على العام، وفيهم كاع لي كولور تما لقاش اللي يلبسوه غادي يجي معاهم، صبروا نحلهم لكم. انا توجور هذا شحال من عام راني نشريهم، كل سبتمبر كاع مي ما كانوش يقرو نشري هاكا من عند جماعة الكرو، منها يجو بون بري منها صاينت هنا من مساسيك وليكوات ولاستيك، شوفوا شحال شابين يتمشوا لهم مع كاع قشهم. وضيفوا هكا تجي عندك بنت جوارين ولا تلقي حاجه تمديها كي يكونوا عندك هادو اوموا تمدي لها حاجه كي نبداو ليسونسييل. هادو خواتاتي 90000 فيهم تعرفوا شحال من باكي، انا موالف هكا الباكي بالك نشريه 15000 ولا فيهم واحد، فيهم واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة 12 باكي، هيا 12 لو كان جاو غير 10000 يديروا 120000، هما اكثر من 10000، انا اللي موالف نشريهم بالوحده اكثر من 10000. المهم باكي ب 90000. شريت لهم ثاني هادو، هادو قلت لكم ثاني هادو خواتاتي، هادو ثاني جايين شابين بزاف، الباكي ب 90000 ثاني هما، شوفوا شحال جايين كيوت وشابين، فيهم كاع لي كولور، شوفوا من كل لون
عندك اربع حبات، هذا جاي بلون كاسيك اللي بيج وفيها هو كاع الالوان. جينيرالمون حنا هذو ربعه تجيبيهم ب 20 ميل ولا. شوفوا الغوز شحال شباب ما شاء الله. هذا البلونوي يقدر يجي مع البلونوي ومع النواغ، وهذا البلون والكروفيت، الكروفيت والبلون. دونك ثاني هادو غادي زعما كيفوتوا لي فوتوا لي للعام، مي داك لا جا هكا عجبتني حاجه اخرى اخرى نزيد نشريها. بصح هادو يكفوا ويوقفوا، ميم لي كولور تاعهم يجوا كاع مع القش. هنايا هادو بلاستيكات ولا لي كوات ولا لي شوشو ولا ثاني 70 نص فيهم. شوفوا كيفاش يجوا هكا، كل وحده معها زوج نورمال ووحده هكا. مهم تاني فيهم كاع لي كولور يجيهم كاع مع القش. شوفوا البلو جون كاناري، الجرينا، البيج، الغوز، المارون، هادو هما خواتاتي. هذه هي ان شاء الله يلبسوهم بالصحه والستر وعقوبه كاع لوليداتكم. مازال خاصني بزاف، مازال باقي القش، سيرفيسمون تاع تاع السبور. طابليات ما غاديش نشريهم، كنت شريت كتان ان شاء الله. دوك كي تخيطهم لي الخياطه نوريهم لكم. شريت لهم ثلاث انواع تاع كتان باش ندير لها ثلاث طابليات، وان شاء الله راني كي نخيطهم نبارطاجيهم مع خواتاتي. خواتاتي بمناسبة الدخول المدرسي اللي قرب، بغيت نقترح عليكم حلوى غير مركوها من ضروس عندكم. هاد الكاطو هذا لي غاليت منها تنجمو ديروه يعني لوليداتكم، تنجمو حتى ديروه مشروع مربح. وصفة سهلة بزاف وما تشدش الوقت وديري باسينة تاع الأسبوع. هنا خواتاتي أول حاجة غادي ندير، هنا عندي كيلة تاع السكر، كيلة عامرة سكر، كيلة بيض، أنا هنا جاتني سبع حبات نتوما على حساب ما تجيكم، عندي كيلة زيت وتقريبا فوق النص كيلة تاع مايزينا. هنا غادي الكاليطة تاعي غادي نديرها بالكو تاع القهوة، غادي يجي مذاق ما شاء الله روعة. وانتوما كيما بغيتو الذوق تقدروا ديروها بذوق الفانيليا، مي بصح ننصحكم ديروها بهذا الذوق غادي تجيكم ما شاء الله. درت هنا البيض والسكر كيلة في الكيلة، غادي ندير عليهم الملح، قرصة ملح. الملح يساعد اول حاجه باش البيض تاعي يطلع لي مع السكر يعني يتخلط مليح يضرب، وثاني حاجه باش يوازن لي في النكهات. غادي نبدا نضرب دروك حتى فريمون يذوب هذا السكر، ويعني اللون تاع البيض هذا يكون صفر يولي لي بيض. هنا بعد ما ضربت خواتاتي البيض مليح والسكر وهذيك القرصه تاع الملح، هنا علاش نضربوا باش يجي قوام خفيف تاع الحلوى تاعنا. نبقوا نزيدوا هذيك الزيت، زدتها على زوج دفعات، الدفعه الاولى والثانيه، ثاني نكمل نضرب حتى يولي عندي واحد الخليط ثقيل كيما الخليط تاع المايونيز. انا خواتاتي كيما قلت لكم الذوق كيما بغيتوا ديروا. انا درت هنا قهوه، درت نسكافي سريعه الذوبان، ودرت ليكستري تاني تاع القهوه. نتوما كيما بغيتو، بغيتي ديروا قهوه، بغيتي ديروا لافاني اللي كانت متوفره عندكم الكو، تنجمو تاني ديروا الزاز تاع السيترون ولا الزاز تاع التشينا. خلطت مليح هنا، ضربت باش تذوب لي هذيك النسكافي، ونكمل تاني زدت عليها المايزينا. بالنسبه للمايزينا انا قلت لكم درت فوق نص كيلة غير بشويه، تبغوا ديروا نص كيلة، تبغوا حتى وما ديروش ما ديروش. اذا ما درتوش المايزينا غادي يجيكم كشغل الكاطو تاعكم مقرمش هكا خواتاتي. انا درت المايزينا ودرت عليها 3 لا ليفيغ شيميك، اي كي نقولوا حنا 3 30 غرام، تمام خواتاتي 3 هكا باش على حسب الكونتيتي اللي هي عندي، خاطر درت بول تاع بيض، درت 7 بيض تقريبا. دونك درت انا لا ليفيغ هذه مع المايزينا ونخلطها باش توزع لي مليح الخليط، عاد نزيد الفرينه. وهنا اكيد كي تخلطوا ما تشعلوش الباتير ديريكت، غادي المايزينا تقعد طير لكم في الهواء. خلطوا قبل دخلوها في وسطها، عاد ضربوا ديك الدقيقه وحبسوا. ايوا هنا خواتاتي درت الفرينه ونبقى ندخل فيها في الخليط تاعي حتى تشكل لي عجينه متماسكه وفي نفس الوقت طريه. درتها في ساشي ونخليها تروبوزي واحد 5 دقائق، من بعد نبدا نخدم فيها بلا ما راني رحت شعلت الفور باش نلقاه واجد على درجه حراره 180.
ودروك نحط العجينه تاعي فوق البلون دو طرافاي. تبغوا ترشوا شويه فارينه، تبغوا غير فوق العناب، تبغوا ديروا ساشي كيما بغيتوا خواتاتي، المهم سهلوها على روحكم. نحل العجينه تاعي حوالي سمك ماش لاحق 1 سنتيمتر خاطر الكاليطه ما تجيش منتفخه بزاف. فوالا جبت هذا السيرسول الكبير كاع طبعت به حبات كبار، تبغوا تصغروا صغروا، انا كبرتها باش ضربه وحده ليلي نكمل معاها. جبت بلاطو درت فيه بابي كويسون ونحط الحلوى تاعي. ودرك نفوت لا دوغور باش الحلوى تاعي يجي شكلها احمر وشباب. درت صفار حبه بيض مع شويه، يا اما ديروا قهوه عادي طايبه تكون صافيه ما فيهاش تلوى، يا اما نسكافي مدوبينها في شويه ماء. انا درت شويه نسكافي مدوبه في الماء ودرت معها صفار حبه بيض، وبالبانسون ندهن الوجه تاع الحلوى تاعي. بعد ما دهنتها نجيب فرشيطه ونشرطها يعني من الفوق، ندير خطوطه متعاكسين، وحدين رايحين للطول وحدين العكس. كملت الحلوى تاعي كاع بهذه الطريقه وندخلها الفرن على درجه حراره 180. انا شعلت من الفوق ومن التحت ضربه وحده، طابلي من التحت وتحمر لي من الفوق. اللي عندها فوق يشعلي غير من جهه، شعلي من التحت كي تشوفيه بدا يتحمر اشعلي عليه من الفوق. فوالا هذه هي النتيجه، شوفوا كيفاش يجي ما شاء الله، يجي بنين 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 روعه وما يجيش حلو بزاف ما يكهمش. فوالا تعتمدوه خواتاتي في الدخول المدرسي، ديروا كونتيتي مليحه باش الصباح تتهنوا على الاقل تفوتوا بها اسبوع لوليداتكم حتى يقدروا يدوه معاهم لومجا يعني. فوالا هنا جبت انا هذا البواط تاع لاكريم وعمرت فيها الحلوى تاعي ونغطيها ونقفل عليها. هذا هو خواتاتي فيديو تاع نهار اليوم، هذو هما مشترياتي والحلوى اللي شاركتكم بها، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم اكيد ما تتردوش وتخلوا لي جيم وتعليق رائع كيما نتوما، ونقول لكم ان شاء الله غادي العوده تكون بقوه وغادي ما نزيدش نغيب عليكم الا لظروف العمل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، دمتم في رعايه الله وحفظه.